لو الحكاية فيها إن فيجو. أم سمر، أسعار الخضروات اللي عندك كام يا أم سمر؟ بسيط، كل الأسعار بسيطة. طب قول لنا كده، نبدأ بورق العنب. نبدأ بورق العنب بـ8 وبـ7. والبامية؟ البامية وصلت 15 جنيه. من بعد كام؟ من بعد 20 و30. تفتكري إيه سبب زيادة سعر البامية؟ فرق المواسم. بمعنى؟ بمعنى إن الزرع بيقل. مش عارفه اقول انت الموسم من بعضه. كل ده فرق المواسم. شهر 5 ده بيعتبر فرق موسم بس مش اكتر من كده. تفتكري الحاجه هتزيد عن كده؟ لا ده هتقل عشان دخلت رمضان. الزرع يكتر كل ما الحاجه تقل، كل ما الاسعار تنزل. الزرع بسيط في الارض، الاسعار تغلى. بترجع للمزارع. يعني انت فلاحه يا مسمر وفاهمه؟ لا انا مصريه، انا مواليد المطر، بس كحكم بيع وشرايا معروف كده. من شهر 5 بيبقى فرق المواد من بعضها. تقولي ايه للناس اللي شايفه الباميه غاليه مش هتشتريها دلوقتي؟ بس اهله ومتخلفه. ده سعره غالي، البسله ب6 جنيه والباميه ب13 جنيه والقوطه كمان غاليه. ربنا يكون في عون الناس، يعني اشتروا خضار وقوطه وفلوس قد كده. انت بتصوري ايه؟ بتصوري فلوس، فلوس كتير يعني. يعني الواحده عايزه تطبخ من غير لحمه تخش لها ب30 جنيه، لو جابت لحمه تبقى عايزه 100 جنيه. طب جوزها بيشتغل ب3000 جنيه عشان يديها كل يوم 100 جنيه؟ ده غير لو فطروا بقى الصبح عايزين كده 120. طب انا واحده من الناس ما باكلش اللحمه الا كل شهر، ساعات كل شهرين. كيلو لحمه ب80 جنيه وعندي عيل بيتعلم، ويوم بكسب و10 يعني. ساعات بكسب وساعات لا. الايام اللي ما بكسبش فيها ما بنلاقيش اكل. احنا نفسنا الحاجه ترخص عشان احنا نبيع والحياه تمشي. عايزين نبيع والحياه. قول لي بقى يا حاجه، تشتري الباميه مو 17؟ هتشتري يا حاج الباميه؟ انت يا حاج عندك استعداد تاخدها 17 جنيه؟ اهو قال لك لا. بكام الفاصوليا؟ نبيتها بقى وتاني يوم ال 100. فيجو.